الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت لجنة النفط النيابية أن الاستكشافات في جولة التراخيص السادسة ستحدد كميات الغاز الموجودة في الحقول العراقية، مبينة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتمد على الكميات التي سيتم اكتشافها. وأوضحت اللجنة أن جولة التراخيص السادسة ستركز على مشاريع الغاز الحر الموجود في الحقول، وخصوصا في منطقة عكاشات، حيث ستبدأ الجولة بالاستكشافات ليتم بعدها تحديد الكميات الموجودة التي بالإمكان الاستفادة منها ومعرفة مدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدمه. وبينت أن العراق ينتج حالياً أكثر من 1000 مقمق من الغاز، ومن المتوقع أن يكون حقل النجف المشترك مع الأنبار هو أكبر الحقول الغازية في البلاد، على الرغم من وجود حقل عكاز في محافظة الأنبار والذي يحتوي على الغاز الحر. كشفت مجلة ميدا البريطانية أن سوق المشروعات في العراق سجل نمواً متواضعاً بواقع 0.4% خلال الفترة الممتدة من 12 من شهر أيار إلى 9 من شهر حزيران الحالي. وذكرت المجلة أن قطاع المشاريع في العراق نما بنسبة متواضعة بلغت 0.4%، بإضافة 1.4 مليار دولار إلى قيمة المشروعات التي لديه. ويعاني العراق من تلكؤ في العديد من المشاريع، بينما يعيش العراقيون على وقع ترد كبير بالخدمات الأساسية والبنى التحتية. قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر، ويمكن التنبؤ بها، سيكون أمراً إيجابياً للتصنيف الائتماني. وأوضح تقرير وكالة موديز التي تضع التصنيف الائتماني لتركيا عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أوضحت أن التحول التركي نحو السياسات الاقتصادية التقليدية المستندة للقواعد والتنبؤات في صنع السياسات سيكون لها أثر جيد في تصنيفها الائتماني وبشكل مبكر أكثر من المتوقع. أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الأمم المتحدة تواصل العمل مع جميع الأطراف بما فيها روسيا وأوكرانيا لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأكد أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، مضيفاً أن هناك عدداً من الأمور التي لا تخضع لإشراف أممي، وبعضها متعلق بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات. قفز معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاماً، مواصلاً الضغط على بنك إنجلترا الذي سيجتمع يوم الخميس وسط توقعات واسعة بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة أن مؤشر استهلاك أو أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 7.1%، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في شهر نيسان عند 6.8%. وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.8% في شهر أيار بأعلى من التوقعات البالغة 0.6، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 في شهر نيسان الماضي. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.